سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون والمؤمنات، وفي هذه الأمسية المباركة في بيت من بيوت الله نلتقي وإياكم مع محاضرنا الجديد الداعية الإسلامي المعروف، ألا وهو فضيلة الشيخ عطية محمد سالم المدرس بالحرم النبوي الشريف وعضو القضاء في المدينة المنورة. سيتكرم فضيلته بإلقاء محاضرة بعنوان حقوق الجار، ويمكن أن يتشعب من هذا العنوان مواضيع أخرى صغيرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته ويجزيه عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يغفر لكم أيها المؤمنون والمؤمنات ولكم ولوالديكم، ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم، ويتقبل منكم هذه الخطوات ويجعلها خالصة لوجه الكريم. وبين يدي محاضرة فضيلته نستمطر رحمة الله جل جلاله وإياكم بالاستماع إلى شيء مائدة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يرتلها علينا الطالب وسيم بن عبد الكريم الطالب بالثانوية العامة في عنيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
أيها الإخوة الكرام، أن من دواعي شكر النعم وما يجب لله سبحانه على عبده أن يتيح له تلك الفرص النفيسة بهذه اللقاءات الكريمة مع الإخوة في الله وفي بيت من بيوت الله، يتذاكرون آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لأوقن بأن في عنيزة من المشايخ وطلبة العلم من يحيون المساجد بالذكر والمذاكرة والعلم والمدارسة، وإنه لمن دواعي تجديد النعمة بالشكر وتأييدها أن يتيح الله سبحانه وتعالى لي هذا اللقاء في هذا المسجد في هذه الليلة، وفي موضوع أعتقد أن الجميع قد طرقه وكل الدعاء تناولوه والسنة مليئة بأخباره، وقد سمعنا من كتاب الله اقتران حقوق الجار بأنواعه وأقسامه بأعلى وأعظم حق لله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى أن يقرن بهذا الحق والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر السياق على ما سنأتي إليه إن شاء الله في نهاية الحديث. إذن الجار أخذ حيزا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للجار حقوق أبعد من هذا، يمكن أن نسميها حقوقا قضائية أو نسميها حقوقا مدنية أو نسميها حقوق قضائية أي إلزامية للجار على جاره. وكتب الفقه وخاصة عند الحنابلة باب الصلح وحكم الجوار. إذن حينما جاءت الوصية بالجار كانت وصية مفعمة بما يجب للجار من حقوق، والحديث بعنوان الوصية للجار. كلنا يعلم في الأسلوب العام والإطار الإسلامي بل والإنساني أن الوصية من منطلق الشفقة والرحمة، ولذا لا تجد إنسانا يوصي إنسانا بخير إلا وهو مشفق عليه رحيم به. وقد جاء في كتاب الله: يوصيكم الله إيش؟ في أولادكم. وصينا الإنسان بوالديه، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فيقول رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي، والله يا رسول الله إني لأحبك أيضا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الوصية من منطلق الشفقة والرحمة. وإذا جئنا إلى فقه اللغة، وهذا باب يدركه من درس أسرار اللغة العربية، لغة القرآن، وهي ما يقوله علماء اللغة وفي فقه اللغة: اللغة العربية أسر وقبائل، فكلما كانت المادة قريبة من المادة في بنائها كان المعنى متقارب، وإذا ما اختلف حرف في هذه المادة عن تلك كانت المعنى
المشترك بين اللفظين قريبا، وبقدر قرب الحرف من الآخر تكون الصلة والقرابة. وهنا وصية ووصلة، صلة. تجد كلمة وصية أصلها وصيا، وصلة أصلها وصلا، فالواو والصاد مادة واحدة، والخلاف في لام الكلمة على وزن فعل الياء واللام. والياء واللام كلاهما من مخرج متقارب، تقول إل وإي من طرف اللسان وجانبي، ليس من الحلق متباعدة ولا من الشفة مثل الباء، منطقهما متقارب. إذن الوصية والصلة بينهما قرابة نسب وصلة رحم، وكل وصية فهي صلة، لأن الميت إذا أوصى لإنسان كأنه وصله بما أوصى به، وأنت إذا أوصيت إنسانا بشيء كأنك وصلته بمضمون هذه الصلة. يقرب هذا المعنى، تقول في اللغة خبن الثوب وغبن في البيع، خابن غابن، الباء والنون موجودان، والغين في الغبن والخاء في الخبن مختلفان، وكلاهما من أحرف الحلق، والخبن للثوب نقص، تخبن المشلح تقصر طوله، والغبن في البيع نقص في الثمن، كلا مادة النقص موجودة. ولكن لماذا جاءت الخاء في الثوب خبن والغين في البيع غبن؟ يقول فقه اللغة: انظر إلى الحرفين المتغايرين، أخ من أحرف الحلق في الطرف، أخ أخ عند الحلق هنا، أغ تنزل لتحت، أي أن الغين أدخل في الخفاء من الخاء، والغبن في البيع أخفى من الخبن في الثوب، لأن خبن الثوب ظاهر تلمسه بيدك، والغبن في البيع أمر نسبي. من هنا أيها الإخوة أريد التعريف بالوصية أنها صلة، والصلة ارتباط، فكأن الموصي يربط الموصى إليه بنفسه. ومن هنا نأتي إلى الوصية للجار ومكانتها. حينما تقول أوصى زيد بعمر، أوصى زيد لعمر، أوصى به غيره، يا فلان أوصيك بفلان، أي توصى به وأكرمه وكذا، وصلته بنصيحتك وشفاعتك عند الغير. أوصى لفلان بكذا، ببيت بمال بدرهم، وصلته بهذا الدرهم. هنا وصية إنسان لإنسان بمنزلة الموصي والموصى إليه والموصى به. ووصيتنا هنا ما مقدارها وما مصدرها؟ جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. من الموصي؟ الموصي هنا من؟ زيد ولا عمرو؟ جبريل عليه السلام يوصي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله هنا؟ رسول الله الذي بعثه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رسول الله الذي وصفه الله بمكارم الأخلاق، والرؤوف الرحيم ما يحتاج وصية؟ تقول لك والله أنت ما تحتاج وصية، أنت فاهم، أنت مدرك، أنت محسن. مكارم الأخلاق تحمل على حسن المعاملة، ومع ذلك في المكان والموقف مجال بأن تأتي وصية زيادة على هذا كله. وبأي شيء كانت الوصية؟ لا زال يوصيني بالجار، بأي شيء؟ نعلم بأن الوصية تكون محددة، كما في الوصية بالأولاد، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وصينا الإنسان بوليه إحسانا. إذا حضر أحدكم الإيش الموت، إن ترك خيرا الوصية للولد، وصية في إيش؟ في الخير المتروك.
وهنا ما هو موضوع الوصية التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله؟ وأيضا أسلوب الوصية وسياقها جاء في الأدب المفرد للبخاري وغيره أن رجلا من الأنصار قال: خرجت مع أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت فإذا هو قائم يقاوم رجلا، يعني قاوم مع رجل، يقاوم يفاعل، هذا قائم وهذا قائم معه نظيره، فظننت أن له حاجة أي هذا الرجل، فجلست. ولقد أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول قيامي حتى ذهب الرجل، فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد رثيت لك من طول قيامك مع هذا الرجل. قال: أو رأيته؟ قلت: بلى. قال: أتدري من هو؟ إنه جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ننظر هنا يا أخوان، هذا القيام الطويل، كلمة أوصيك بالجار تحتاج القيام الطويل هذا كله؟ أو أنه يعدد عليه جوانب الوصية فيما ينبغي للجار؟ لا نستطيع أن نتحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا صيغة الوصية. لكن يهمنا في هذا الإطار الكلي أن جبريل يقاوم رسول الله، ورسول الله قائم مع جبريل، حتى إن الرجل جلس ورثى لطول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إيش هذا الجهد كله؟ يتلقى الوصية للجار. أعتقد هذا الإطار يعطينا مدى مكانة الوصية ومدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. إذا كان الحديث في الوصية والآثار طويلة كثيرة، لا زال جبريل يوصيني، وكلمة لا زال تدل على التكرار، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا نوعية الوصية فكيف نحققها؟ معلوم بأن الإطار العام إنما هي وصية إحسان للجار، وصية بخير. كيف نطبق هذه الوصية العامة الشاملة ونحقق وصية جبريل لرسول الله التي بلغها إلينا؟ لكي ندرك أن الوصية مطلقة والإطلاق يدل على العموم والشمول، ننظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ونطبقها على الوصية للجار، والنصوص التي وردت في حق الجار متنوعة، ولقد وصلت إلى 40 حديثا فيما يتعلق بحقوق الجار. مقاصد الشريعة التي يمكن أن نحققها ونطبقها في حق الجار، يقول العقلاء أو الفلاسفة: مقامع العقلاء في أمرين، كل إنسان في الحياة بصرف النظر عن دين وعن معتقد، كل إنسان في حياته يسعى لأحد أمرين: إما لجلب نفع يستفيد به، وإما لدفع ضر يسلم منه. ولذا يقول الشاعر الجاهلي: لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن. إذا أنت لم نعم يقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت لم إيش؟ لم تنفع فضر، يعني إذا لم تنفع صديقك وأهلك فضر عدوك وخصمك. أما إنسان لا ينفع أهله ولا يضر خصمه، ما في خير. ولذا الله سبحانه وتعالى لما عاتب المشركين ويبين قبح فعلهم لعبادة الأوثان، عاتبهم في أنهم يعبدون إيش؟ ما لا ينفع ولا يضر. تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم.
ما لا ينفعكم. وإبراهيم عليه السلام لما جاء إلى قومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو تضرون؟ بما احتج إبراهيم على قومه في عبادة الأصنام؟ ليش تدعونهم؟ هل يسمعونكم حينما تدعونهم؟ فإذا كانوا لا يسمعونكم ليش تدعوهم؟ العقل يقول لا، هو ينفعونكم أي تعبدونهم لجلب نفع أو تعبدونهم لدفع ضرهم خايفين أن يضروكم. فإذا كانوا لا ينفعونكم فلما تعبدون؟ وإذا كانوا لا يضرونكم فلما تخافون منه؟ النفع والضر هما مطلب الإنسان. ولذا المولى سبحانه لما خاطب قريش وألزمهم بحق العبادة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، مقتضى هذه العبادة التي وجبت لله عليهم ما هو؟ الذي أطعمهم، أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع هذا هو النفع الذي جلبه إليه، وآمنهم من خوف هذا هو الضر الذي إيش دفعه عنه. إذن مجموع المطالب العقلية في هذا الأمر في هذين الأمرين، وكذلك أيضا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفه إياه، جاء قوله سبحانه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعزيز عليه ما عنتم إنما يدفع العنة والمشقة، حريص عليكم يجلب لكم النفع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه، ولا تركت شرا يباعدكم عن الله إلا حذ بينته لكم وحذرتكم منه ونهيتكم عنه. إذا مطالب العقلاء في جلب النفع ودفع الضر، وجاءت الشريعة الإسلامية بهذين المبدأين تحققهما، وبزيادة مبدأ ثالث جديد جاء به الإسلام، ألا وهو الحث على مكارم الأخلاق. ولذا جميع ما تأخذ من التشريعات في الشريعة الإسلامية إنما يدور حول هذه المبادئ الثلاثة، إما جلب نفع للعبد في الدنيا أو الآخرة، وإما دفع ضر عنه في الدنيا أو الآخرة، وإما السمو به إلى مكارم الأخلاق وإلى الكمال الإنساني. وهنا لكي نتبين حقوق الجار وشموله، ولكي نطبق تحقيق تلك الوصية، يجب أن نبحث ما هي حقوق الجار في جلب النفع إليه ودفع الضر عنه ومعاملته بمكارم الأخلاق، ثم نجد تقسيم جزئي أو إجمالي في حقوق الجار. نجد في كما يحلو لنا أو دائما تذكير الإخوة أو طريقة البيان، إذا جئنا إلى أقسام الجار في القرآن أو في الإسلام، سمعنا قول القارئ الآن جزاه الله خيرا، والجار الإيش ذي القربة. من هو الجار ذو القربة؟ قالوا ذو القربة من القرابة، فهل هو قرب المكان قربا حسيا أو القريب النسبي ابن عمك وابن خالك وخالتك وعمتك؟ فهل القربة هنا قرب نسبي فيجتمع له حقان، حق الجوار وحق القربة، والثالث حق الإيه؟ الإسلام. والجار الجنب، هل هو الجار البعيد داره عن جنب هناك عنك، ولا الجار الجنب قرابة يعني جار وليس قريبا نسبا؟ والصاحب بالجنب، بعضهم يدخله في هذا الجوار، قالوا الصاحب بالجنب الزوجة، وقالوا الجار الجنب يشمل الزوجة، فالمرأة الزوجة صاحبة، وقيل الصاحب بالجنب الزوجة، أو الصاحب بالجنب الصديق الذي بجنبك والذي يصاحبك
وقالوا الرفيق في السفر إلى غير ذلك. إذن أنواع أقسام الجوار: جار قريب في النسب، جار غير قريب النسب، والقرب والبعد في الجوار إلى أي حد. يأتي عن الزهري كما يذكر أيضا البخاري في الأدب المفرد وغيره من علماء الحديث أن الزهري قال: الجار 40 دارا أمامك، وأربعون دارا وراءك، وأربعون دارا عن يمينك، وأربعون دارا عن يسارك. وجاء هذا في خبر عجيب جدا: جاء رجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نزلت حلة أو حلة بني فلان، منطقة أو جهة كما نعرف الحلة، وإن أقربهم لي جوارا أشدهم علي إيذاء. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بعث أبا بكر وعمر إلى المسجد يقفون على الأبواب ينادون: ألا إن 40 دارا جار، ولا يأمن لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. فإذا كان تحديد الجوار 40 دارا ولها حق الجوار في الوصية، لو أن تلك 40 تفرعت وأقصى 40 راعى حقوق 40 أخرى لأنهم جواره، وآخر 40 الثانية راعى حرمة 40 جارا آخر، وهكذا ماذا يكون؟ كما يقولون تتموج حقوق الجوار وتنتشر كتموج، كما يقولون، موجات الأثير حتى تعم العالم كله، ولا يبقى شبر على وجه الأرض إلا ودخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. إذا وسعنا نطاق الجوار، المدينة بريدة مثلا جوارها عنيزة أو البكرية أو دي أو البلدة الفلانية، لو راعينا حرمة الجوار من الأفراد إلى القرى إلى المدن بل إلى الأقطار في الدنيا، وكل دولة تراعي حقوق جارتها وكل قرية تراعي حقوق جارتها، هل يخرج من وجه الأرض شبر إلا ودخل في هذه الوصية؟ لأن الجوار يشمل الجميع. إذن توسعت دائرة الجوار وشملت العالم لو طبق هذا الحديث وطبقت هذه الوصية. إذا جئنا إلى تلك الحقوق التي أسميناها، أنواع الجوار نوعهم صلى الله عليه وسلم إلى 3 أنواع: جار صالح وجار السوء وخير الجيران. فذكر صلى الله عليه وسلم في الجار الصالح بأن الله سبحانه يدفع بالرجل الصالح عن 100 بيت السوء. فإذا كان جار صالح والله سبحانه وتعالى يكرم جيرانه ويدفع عنهم السوء إلى 100 بيت، نعم الجار ونعم الصالح. أما الجار السوء فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. أما جار البادية فإنه يرحل. وإذا جئنا إلى الجار الصالح وجار السوء نجد في قوله سبحانه في حق امرأة فرعون إذ قالت إيش؟ قالت رب، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا في الجنة. يقول العلماء اهتمت بالجوار قبل الدار،
لم تقل ابن لي بيتا عندك، لا، ابن لي عندك بيتا. والناس يقولوا ايش؟ الجر قبل الدار. يقرب هذا المعنى بالمثال، لو قلنا بأن فلان، طبعا لغة العصر الحاضر، عنده مخطط أراضي، قطع، وأنت لا تعرف في القطع، وجاء إنسان وقال لك والله في قطع على الوجهة الفلانية، وجهتين، واحدة كذا طولها كذا، كبيرة صغيرة، فقال لك إيش؟ أنت خدت قطعة؟ قل له نعم. قال يهمني قطعة بجوارك، لا يهمك سعتها وضيقها، ولا يهمك واجهاتها، إنما يهمك في المربعات هذه إيش؟ أن تكون إيش؟ جواره. لماذا؟ لأنك تختار جواره مهما كانت القطعة وأنواع ونوعها عن أي قطعة أخرى بعيدة عنه. إذن الجار الصالح يشترى، فكن أنت أصلح الجيرين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في خير الجيران، خير الصديق أو خير الصديقين أحسنهما صداقة، وخير الجيران خيرهما لجاره. إذن خير الجيران من كان أنفع وأشد خيرية لجاره. إذن عملية مقارنة، والخيرية نسبية، بقدر ما تحسن وتصلح مع جارك تكون خيرا منه. إذا جئنا إلى درء المفاسد، نجد عنه صلى الله عليه وسلم يضع هذا المبدأ. والله يقسم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، ينفي الإيمان بالقسم، أو لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويأتي من لم يأمن جاره بوائقة، ويأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر على أسلوب الشرط والجزاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يقول خيرا، من كان أو يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يكرم جاره. الرواية الأخرى فليحسن إلى جاره. الرواية الثالثة فلا يؤذي جاره. تلك الأحاديث في الصحيحين، من لا يؤمن أحدكم حتى يحسن لجاره. إذن يشترط صلى الله عليه وسلم وينفي الإيمان عن من لم يحسن لجاره، عن من لا يسيء إلى جاره، من لا يكرم جاره. والإحسان إلى الجار هو جلب المنفعة إليه، وعدم إيذائه هو ترك المضرة عنه، وإكرامه هو معاملته بمكارم الأخلاق. ويأتي أيضا في مراعاة درء الأذى عن الجار والصبر على إيذاء الجار، يأتي مراعاة الجار حتى في دواجنه وفي ماله. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البيهقي والبخاري في الأدب المفرد أيضا في شعب الإيمان، جاءت امرأة تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول إن إحدانا يدعوها زوجها وتمتنع لمرض أو لكراهية أو لعدم رغبة، فهل عليها من شيء؟ قالت بل. لو أن زوج إحداكن طلبها على قطب بعير لوجب عليها أن تلبي طلبه. وقالت لها كان صلى الله عليه وسلم في يوم من نوبتي وجاء، وكان من عادته إذا جاء أن يرد الباب، وكان عندي شعير صنعت منه قرصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت إذا جاء أطعمه إياه، فدخل شديد مبرودا شديد البرد، فقال أدفئيني،
وكنت حائضا، فقلت إني حائض. قال: لا عليك، اكشفي فخذك. فوضع خده على فخذي ثم دخل وترك الباب مفتوحا، فدخلت داجن لجارنا فأخذت القرص، فبادرتها إلى الباب، فانتبه صلى الله عليه وسلم فقال: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. نقول يا جماعة الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم جاي بردان وعمل له قرص يبغى يتعشى فيه، ما عندها غير، وتيجي داجن انتهزت فرصة الباب مفتوح ودخلت. طبعا لما جاءت بادرتها عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الباب تكون أكلت منه الشيء، فيحثها صلى الله عليه وسلم ويقول: خذي ما أدركت ولا تؤذي جارك في أي شيء، في شاته، شات معتدية وأكل عشاهم، ومع هذا يقول لا تؤذي الجار في شاته. يبقى في أولاده، في قراباته، في ماله، في مصالحه، في شخصه، يكون الحال إيش؟ أشد وأشد. والصبر على أذى مو بس يكفي أنك تقدم له الخير أو تكف أذاك عنه، بل إنك تصبر على أذاه إن آذاك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من سوء فعل جاره، قال: ارجع فاصبر. يقول أبو هريرة: فعاد فاشتكى، قال: ارجع فاصبر 3 مرات، وبعدها قال: اذهب وأخرج متاعك في الطريق. سيأتينا تفصيل هذا، لكن يهمنا إيش؟ اصبر 3 مرات، وهو يرده ليصبر على إيش؟ على أذى جارك. واعتقد تذكرون قصة الإمام أبي حنيفة، وكلهم متفقون على في سيرته، الشخص الذي كان من جواره ويسيء إليه كل يوم عند بيته، ويخرج ويجنب هذا الأذى أو تلك الإساءة، وفي يوم من الأيام خرج فلم يجد الإساءة التي كان يعهدها، فسأل عن جاره إيش بتخلف عن عادته، فأخبر بأنه أحدث حدثا وسجن، فذهب وشفع عند صاحب السجن والشرطة وأخرج، حتى أخرجه ولم يعلم هذا الجار من الذي جاء يشفع فيه. فلما جاء خارج قال: إيش اللي خرجني؟ قالوا: جارك جاء شفع فيك. قال: من؟ قال: أبو حنيف. فرجع إلى نفسه: عجيب، أنا أواصل الإيذاء وهو بمجرد ما إيش افتقدني يأتي ويشفع في ولم أعلم، فكف عن هذا الإيذاء. ويخبرنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي الله يغفر له ويرحمه، تعرفوا أولاد الحارة والعيال، تضارب واحد من أولاد الجيران مع ولده، ولده ضرب ذاك الولد، فجاء الجار الأب وضرب ولد الشيخ، وراح الولد فيه جرح أو شيء بسيط كده. الشرطة لما شافت هذا أخذت الضارب اللي سيل هذا الدم وسجنته. فالأولاد ذكروا لأبوهم بأن لأبيهم ما حصل، قالوا: فين الجار؟ قال: الشرطة أخذته سجنوه. فذهب حالا وقال: ولد ولدي، والاعتدى على نفسي وعلى ولدي، وأنا متسامح في هذا، ويجب أن تخرجوه. قال: الآن نعمل إجراءات خروج. وهو لا يدري، بعد أن جاء وخرج طلبوا، قالوا: مسامح. قال: على أي أساس؟ قال: الشيخ جاء هنا وتسامح وطلب منا أن تخرج. خرج من السجن، بدل أن يذهب إلى بيته ذهب إلى بيت الشيخ يعتذر إليه عن ذلك. إذن هذه اللفتة: اذهب فاصبر، يصبر الإنسان على أذى الجار. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في جار السوء من ناحية
التقبيح والتنفير في أن تسيء إلى جارك. قال: ثلاث مفقرات، يعني الفاقرة المهلكة، أمير ظالم، إن أحسنت لا يشكر وإن أسأت لا يعلم، وجار سوء إن علم شرا أذاع وإن علم خيرا كتم. زي ذاك الشاعر اللي يقول: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإذا سمعوا شرا أذنوا، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. إن سمعوا خير عني صم لا يسمعون شيء، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وألقوا آذانهم والسمع وكل شيء. فهذه طبيعة سوء الجوار أو حسن الجوار. وامرأة الثالثة، امرأة، شوف الشيخ صالح بعيد على صوابعه، احنا يهمنا الجار. الثالثة امرأة سوء، إن حضرت آذتك وإن غبت خانتك. وسيأتينا تقسيم النسوة قبل الآية التي قرأت: واعبدوا الله ولا تشركوا به، إلى الجار، قضية الأسرة ونظامها. فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله. نحن هنا في تقسيم وتنويع الجيران وفي درء المفاسد عنه، ننتقل وبسرعة إلى جلب المصالح إليه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ورواية: ولو ظلفا محرقة. سموها الآن مقادم ولا الرجل. لا تحتقر الجارة أن تهدي لجارتها ولو رجل شات محرقة في الشعر. طبعا الآن ما في واحد يقدر يقبل هذا ويستحي يقدم حتى ربع شات، لكن المراد أن الإنسان لا يحتقر معروفا مع جاره. ويأتي الوصية لأبي ذر: إذا طبخت فأحسن أكثر المرض، وتعهد بعض جيرانك مرض. وأعتقد هذا كان موجود في القديم، ويمكن إخواننا الكبار الشيبان يذكرون هذا. الآن ما حد في مرض ولا حد يقبل من التاني شيء، ولكن المراد بهذا ولو كان الشيء قليل يتعهد. ثم نأتي إلى حفظ حقوقه، أو من باب دفع السوء عنه وجلب النفع معه، والمعاملة بمحافظة على شعوره من مكارم الأخلاق. جاء عنه صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في حقوق الجار: إذا اشتريت فاكهة فأهدي له، وإلا فأدخلها سرا، ولا تترك أولادك يخرجون بها يغيظون أولاده. يبقى هذه محافظة على إيش؟ على نفسيته. أنت ممكن موسع الله عليك تستطيع أن تأتي بالفاكهة وهو لا يستطيع أن يأتي بها، وأولادك يتفكهون أمام أولادهم وينظرون إليهم. أنت لو نظرت إلى ولدك يطالع ويحدق النظر في ولد الجار وهو يأكل تلك الفاكهة التي حرم هو منها، ماذا يكون إحساسك مع ولدك؟ وماذا لو نظر ولدك إليك وإلى ولد الجار في تلك الفاكهة وكأنه بنظراته يقول: اعطني واشتر لي يا أبي، وأنت لا تستطيع؟ انظر إلى مكارم الأخلاق وإلى المحافظة على شعور ولد، على شعور الجار وأولاده. وإلا أدخلها سرا ولا تدع ولدك يخرج بها يحزن أو يسيء إلى ولد الإيش؟ الجار. كل هذه نستطيع أن نقول بمجموعها تحقق في الوصية حقوق الجار من جلب النفع إليه
ودفع الضر عنه ومعاملته بمكارم الأخلاق. وإذا جئنا إلى النص النبوي الكريم في تعيين وتحديد حقوق الجار، يأتي عنه صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. إذا كان الجار يخشى من جاره على أهله أو على ماله ويغلق الباب مخافة من الجار، ما هو من اللص اللي يجي من بعيد، لا، مخافة من الجار، فهذا الجار ليس بمؤمن. وهو مصداق الحديد، لا يؤمن أو لا يدخل الجنة. والله لا يدخل الجنة. 3 مرات قالوا: من خاب وخسر. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنت، استعانك طلب المعونة في أمر عنده في بيتي تساعده عليه أو عند غيره، وإذا استقرضك أقرضته، لا يأتيك محتاجا في 1000 ريال: يا فلان اقرضني 1000 ريال إلى شهر إلى شهرين، ها والله ما عندي أشوف لك، ويذهب ويشتري له طاقة قماش يشتريها 800 ويبيعها عليه 1000، وتكبر والقرض متعامل، المقرض متعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قد تكون في الصدقة وقد تكون في القرض للمحتاج. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الصدقة بالدرهم صدقة والقرض بالدرهم صدقتان، أو له أجران: أجر القرض وأجر الإنذار. ولذا أيها الإخوة، لا يقرض قرضا حسنا لوجه الله إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يتعامل بالربا إلا من كان في إيمانه شك. لماذا؟ مثل ما قال الشيخ صالح، يمكن تيجي بعض المسائل جانبية، وهذا حنميل بالجانب شيء قليل. الحياة كما قلنا مطالب العقلاء جلب نفع ودفع ضر، نقول قانون الحياة مبني على المعاوضة. معنى المعاوضة: خذ الثمن واعطني السلعة، أعمل عندك في يوم وأخذ الأجرة. فكل إنسان يتعامل مع الآخر في مبدأ الحياة وقانونها على المعاوضة، بقدر ما تنفعه ينفعك. وهذا القانون قد يشمل الحيوان، تتعامل مع الحيوان والحيوان يتعامل معك على قانون المعاوضة. تعلمون في السفر على الإبل، إذا كان السفر طويل قبل السفر تعرف الراحلة زمنا طويلا حتى تقوى على الرحلة، وفي أثناء سفرك تراعيها في أكلها، وبقدر ما أعطيتها من علف أعطتك من مسير. الآن تأتي إلى الشاة وإلى البقرة، بقدر ما تعطيها من علف تعطيك من حليب، وإذا قصرت في علفها قصرت في حليبها. معاوضة. وبالمناسبة أيضا يذكرون في أخبار المدينة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد ند علي بعيري. طيب وش الرسول يشتغل في اللند البعير؟ هو أرسل لإيش، للبشر ولا للبعير كمان؟ لكن لم يتخلى عنه، قال لأصحابه: قوموا بنا إلى بعيره. فذهبوا. لما أقبل صلى الله عليه وسلم على البستان والبعير هايج، فإذا الصديق يقول للرسول صلى الله عليه: يا رسول الله، على رسلك فالبعير هائج. فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل الحائط وحده على البعير الهائج. فلما أقبل عليه
قابله البعير ومد عنقه ووضعه على منكب رسول الله وأصغى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، ثم رفع البعير رأسه فالتفت صلى الله عليه وسلم لصاحب البعير وقال: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. يبقى حصل فيه معارضة ومعادلة، ولا حصل عدم وإيش معادلة؟ كثرة الكلف تقتضي كثرة العلف، لكن تكلفه كثيرة والعلف قليل؟ لا. إذن من حقه أن يهيج عليك. إذن قانون المعاوضة يسري حتى على الحيوان. وهناك أمثلة عديدة، حتى بعض الحيوانات والطيور إذا كان قانون المعاوضة هنا أقرض إنسانا قرضا حسنا، يقول لك لا، المعاوضة أريد عوضا عن هذا القرض. لماذا؟ لأنه يمشي على قانون المعاوضة في المادة. لكن المسلم إذا أقرض أو تصدق بدون عوض فإنه يتعامل مع الله، وقانون المعاوضة موجود، ولكن أنت تدفع ريال تأخذ دفتر، تدفع ريال تأخذ 5 قراص عيش، تدفع 10 ريال تأخذ ثوب، تأخذ كذا عاجلا. المتصدق يدفع الدرهم ويدفع الدينار ويدفع الألف وهو يطمع فيما هو أكثر من ذلك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولكن متى؟ الآن؟ لا، متى؟ يوم القيامة. إذن هو يؤمن بيوم القيامة ويوقن بأنه يتعامل من سيجزيه ويعوضه على قانون المعاوضة، ولكن مؤجل إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. قانون المعاوضة موجود، ولكن المقترض يتعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذن المرابي لو كان يؤمن بالله وباليوم الآخر إيمان المتصدق ما قالش لا أنا لا أدفع لك 1000 حتى تعطيني عليه 200، يريد معاوضة عاجلة. بخلاف المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر يدفع 1000، بل يخفيها على الناس. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه. بعض الإخوان يهمس يقول تصدق بيمينه لأن اليمين مقدمة. نقول الروايتان موجودتان، ولكن الأصح في هذا المعنى بشماله، لأنه يريد أن يخفي تصرفه. والناس من عادتهم يرقبون اليمين لأنها المعتادة في الحركة، وهو لا يريد أن يهتدون لحركته فيغافلهم ويتصدق بالشمال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تصدق ما أنفقت شماله، فهو يمعن في إخفائها. ولماذا؟ لأنها لا تخفى على الله. يقولون في بعض الغزوات، لسه بدر الوقت، حاصر أمير مدينة وصعب عليهم فتحها، وفي ليلة من الليالي وقف أحد الجنود على مدخل لهذا الحصار، وفي الفجر دخل من هذا المنفذ وفتح الباب وكبر ودخل المسلمون. لما انتهى النصر واستتب الأمر، الأمير يريد أن يعرف من هذا الجندي الذي فتح الله على يده. يبقى قائد ما هو عارف من اللي سبب في النصر، فنادى في العصر: من فتح الحصن فليأتني، من فتح الحصن فليخبرني.
ولا حد جاء ولا سأل. فجاء وأعلن: من كان سامعا مطيعا، طبعا جاءت السمع والطاعة والإلزام، فليخبر، وفتح الحصن فليخبرني. انتظر إلى أن انتصف الليل أو نام الناس، وجاء متلثما، وعند الخيمة الأمير القائد الحارس، قال له: من أنت؟ قال: أنا طلبة الأمير، ولكن أخبره أني لن أخبره بنفسي إلا بشروط. قال: ما هي؟ ألا يسألني عن اسمي ولا اسم أبي، ألا يقدم لي مكافأة، ألا يطلبني بعد ذلك. إن قبل هذه الشروط الثلاث فإني دخلت عليه، وإذا ما قبل أنا أنصرف. فدخل الحارس وأخبر، قال: يدخل. فجاء: السلام عليكم. عليكم السلام. قال: أيها القائد، لماذا أكثرت علينا وفي طلبي؟ ماذا تريد مني؟ إن الذي خرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي وجزائي عنده. والسلام عليكم. الأمير لا يعرف مين، ولكنه بالسمع والطاعة جاء إليه وعرف أنه إيش، هذا هو الشخص الذي فتح، لكن لم يعرف اسمه. لماذا؟ إن الذي خرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي، وهو الذي يكافئني. إذن المؤمن يتعامل مع الله، ولذا هنا إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه. الغنى والفخر يا إخوان ليس بالقوة وليس بالذكاء، لا والله. وما يدري الغني الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن ذمرت ثقبا يكون لك أو لغيرك الفصيل. إذا ولدت ناقتك وذمرت الفصيل في أنفه وأخرجت عنه هذه الأشياء، والله ما تدري هذا الذي تعنى به لك ولا تموت وتخليه لغيرك. وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أن يفتقر يصبح غنيا ويمسي فقيرا، وبالعكس. أمور بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا افتقر جارك عدت عليه من فضل خيرك، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته. أعتقد حقوق المسلم، أو كما في الحديث الصحيح، في عيادة المريض وتشييع الجنازة، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك إلى وليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. هذه حق المسلم على المسلم للإسلام. وهنا إذا مرض جارك عدته. وعيادة المريض أعتقد لها حقوق ولها آداب، تذكر في كتاب الجنائز أنك لا تطيل عنده، لا تسرح نظرك في محله كأنك تتفقد أحواله، لا تكثر عن سؤالك إياه عن علته وعن مرضه، لا تطيل المكث عنده لعله له حاجة في خاصته. كل هذه مذكورة، وتذكر له من عبارات الأمل والرجاء في الشفاء والصحة. وإذا أصابته، إذا أصابه خير فهنئه، لأن هذا إظهار شعور الفرح بما أصابه من خير. وإن أصابته مصيبة عزيته، لأنك تجبر خاطره أو تساعده على مقابلة ما نزل به. ومن حقوق الجار أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيل عليه بالبنيان لتحجب الريح عنه إلا بإذنه. ولذا في كتب الفقه: من رفع بناءه على جاره
لا يكشف على الجار، بل عليه أن يقيم جدارا يحجب الجار عن نظري. ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. قتار القدر ريحه، فإذا طبخت طبيخا وطلعت له رائحة من أنواع المطعومات ذات الروائح، ووصلت الرائحة إلى الجار، عليك أن تطعمه منه. وليس هذا حق الإسلام فقط، بل حق إنساني. ويمكن البعض منكم يسمع من حكايات في البيوت، تكون امرأة عند الجيران حامل وفي مرحلة الوحم، وهذه قضية ما حد يقدر يعللها بشيء، يجريها الله سبحانه وتعالى للنسوة في مرحلة الحمل، فتشم الرائحة فتحتاج إلى أن تتذوق من هذا الطعام الذي شمت رائحته، وإلا لحقتها مضرة، أو عاد عليك أنت في طعامك بالمضرة، نفسها تعلقت بها. وتعرفون أثر العين والحسد بالسيرة بالرؤية باللمس بكل شيء من هذا. فإذا كانت إنسانية وطلعت الرائحة، أطعمهم، أذقهم من هذا الطعام. وإذا اشتريت فاكهة، الأثر الذي ذكرناه قبل ذلك ولا نعيده حتى لا نطيل فيه. ننتقل إلى قضية خطيرة جدا، وهي مضاعفة الجريمة على الجار بسبب الجوار. نحن نعلم بأن الإسلام جعل للأماكن المشرفة حرمة تعظم بسببها الطاعة وتتضاعف الحسنات وكذلك السيئات. نحن في مكة نعرف الحسنة بإيش؟ الصلاة في مسجد مكة بكم؟ ب100,000. في المسجد النبوي ب1,000. المعصية في مكة تتضاعف كما تتضاعف الحسنات، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما انتدبه عمر يقيم الموسم للناس، يعني في الفتوى، قال: إني لا أقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئة كما تتضاعف الحسنة. وقرأ قوله تعالى: ومن يرد فيه إيش؟ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. وقال: مجرد الإرادة، مع أن الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد ما حدثت به نفسه حتى يتكلم أو يفعل. من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. إذن مجرد الهم لا يؤاخذ عليه الإنسان. ومع ذلك في مكة تتضاعف السيئة، وسكن في الطائف وينزل وقت الموسم فقط ثم يرجع إلى الطائف. كذلك الأشهر الحرم، وعندكم في كتب الفقه إذا قتل في الأشهر الحرم تتضاعف الدية، وكذلك ليلة القدر خير من 1,000 شهر تتضاعف فيها الأعمال، كذلك حرمة الجار. جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن المقداد بن الأسود قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: أن يسرق من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. من أغلق بابه من جاره مخافة على أهله أو ماله فليس بمؤمن. فإذا كانت السرقة من الجار أشد جرما من إيش؟ من السرقة من 10 بيوت.
ما الذي ضاعف الجرم في تلك الجريمة؟ إنها حرمة الجار. نأتي إلى مكارم الأخلاق وما كان عليه العرب في حق الجار في العفة والمكارمة. هذه أبيات ساقها ابن عبد البر، ومنها ما ساقتها كتب التاريخ، من ذلك قول عمرو بن الإطنابة وكان من ملوك المدينة قديما: إني من الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل، المانعين من الخنا جاراتهم والحاشدين على طعام النازل. محل الشاهد هنا إيش؟ المانعين من الخنا جاراتهم. والثاني يقول: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار. إن للجاري إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للباب ستر أم بقي بغير ستار. مش مكارم هذه يا جماعة. ما أبالي أكان للباب ستر أم بقي بغير ستار، يعني لا أنظر إلى الباب، لا أنظر إلى حرمة جاري. أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار. ثم أنشد أيضا لبشار بن بشر المجاشعي: وإني لعف عن زيارة جارتي، وإني لشنوء لدى اغتيابها. يعني إذا غاب زوجها أنا شيء أقاطعها أبتعد، لشنوء عند اغتيابها، إذا غاب عني بعلها لم أكن لها زوارا، ولم تأنس إلي كلابها. ماني كثير التردد حتى تألفني. ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي جنس ثيابها. حتى لو انتبه من أعرفه من أي جنس. والآخر: أقول لجاري إذا أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل، إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل. وهذه أيضا التي أنشدها ابن عبد البر وسمعها مالك بن أنس وقال: حفظوها أبناءكم. يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ناري ونار جاري واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت، خلاص ما أشوف. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. فيقول مالك لما سمعها: حفظوها أبناءكم. نأتي في النهاية: كيف تعالج قضايا الجار في الإساءة إليه، أو كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدمت الإشارة بأن رجلا جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة الجار، فقال: اذهب فاصبر اصبر، أخيرا أخرج متاعك إلى الطريق. فذهب فأخرجه وجلس في الطريق، وكل من مر به: ايش بك يا فلان خير اخر؟ قال: والله جاري اذاني. اوه لعنة الله على هالجار، ويسبون ويلعنون. كل من تعد الجار سمع هذا، جير يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم: جاري. قال: لا، وعذاب الاخرة اشد. فرجع لجار قال: عهد الله، ادخل متاعك وادخل في محلك، والله لا اذيك بعد ذلك. يهمنا في هذه الصورة المنهج،
هل الرسول قال جيبوه واحبسوه؟ قال جيبوه وافرشوه؟ جيبوه وغرموه؟ لا، جعل المجتمع بنفسه يشارك في علاج هذه القضية. لماذا؟ لأن قضايا الجيران والجوار قضايا اجتماعية، ليست لفرد وليست للسلطان فقط، بل المجتمع بكامله المتضامن المترابط. لأن هؤلاء حينما يرون فردا من المجتمع قد ضيم في جواره وقد أوذي من جاره، يجب أن يتعاونوا على إصلاح هذه الإساءة. ماذا يفعلون؟ ما زادوا على أن انتقموا منه بالدعاء عليه أو بسبه، واستقبحوا فعله، لأن هذا يستقبح عقلا. صاحب الإساءة لما سمع هذا أصبح المجتمع كله ضده، إذن رجع عن غيه وكف الأذى عن جاره، ورجع الجار إلى بيته وأمن من إيذاء الجار. من ناحية الحقوق القضائية التي أشرنا إليها، يتفق الفقهاء على أن الإنسان مع جاره يجب أن يراعي حرمة الجوار وليس له حرية التصرف حتى في ملكه، وقالوا لا يحق للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. وكيف هذا؟ من باب المثال، لا يبني كنيفا كما يعبرون بدون مؤاخذة أي المرحاض بجوار جدار جاره. البناية الأولى كتب اللبن أو كتب الطين فتتأثر الجدران بهذه الأبخرة. وإذا حفر بئرا في بيته وجفت ماء بئر جاره بسببه لاشتراك المراوي، حكم عليه بإغلاق بئره لعودة الماء لبئر جاره. وكيف نعرف أنها عن طريق بئر الجار؟ يقول الفقهاء نضع النفط، يعني نضع الغاز في بئر المشتكي ونروح لبئر الجديدة، إن وجدنا ريح الغاز فيها تبقى جاية من فين؟ من حق الجار، عرفنا بأن كذلك. كان زمان المجاري كل واحد يحفر بلاعة، لو أنه حفر بلاعة وتنسمت على بئر الجار وأفسدت ماء وجب عليه أن يكفلها. وهكذا ما يتعلق بالجوار، ولا يحق له أن يصنع يجعل في بيته مصنعا مدبغة تؤذي الجيران بالرائح، ولا قصارا يدق الثياب يزعج الساكن يزعج الجار، ولا مصنعا بمكاين تهزز جدران بيت الجار. كل ذلك لا يحق له أن يحدث في ملكه الخاص ما يضر بجاره. وإذا جاء غصن شجرة جاره في هوائه يرده برفق، ثم يعلن صاحب الغصن إذا لم يمنعه أو لم يرد، لأن صاحب الأرض صاحب الهواء، حينئذ يأتي حكم آخر. نأتي إلى حتى ظننت أنه سيورثه، نقول حتى ظننت أنه سيورثه تركت أثرا يكاد يقول الإنسان كاد الجار أن يرث، لأن له جعل له حقا في ملكك أنت. قريب، ما نقولش ميراث، لكن قريب من منهج الميراث. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يمنعن أحد أو يمنعن جار جار أن يغرس خشبه في جداره، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. جدارك بنيته على ملكك ومن مادتك ومن مالك الخاص. جاء جارك ليبني، قال والله جاري مقيم الجدار، فلم يبني جدارا بجهتك واكتفى بالجهات الثلاث، أراد أن يضع الخشب. جاء التسخيف، إن جاء بطول جوارك هكذا لا يصل الخشب، إن جاء بالعرض من جداره الداخلي إلى جدارك أنت وكان جدارك يحتمل ذلك لا يحق لك شرعا أن تمنعه. يضع خشبه على جدارك، حتى قال الحنابلة ولو كان هذا الجار مسجد وجدار المسجد قوي
لك أن تضع خشب سقفك على جدار المسجد وهو بيت الله. أما إذا كان الوضع يضعف الجدار أو يضر به، لا ضرر ولا ضرار، فلك أن الحديث يورثه أو يملكه حقا في ملك الجار بوضع الخشب. أما موقع الجار في كتاب الله فأعتقد أن هذا موضوع هو يتسع إلى ليلة أخرى، ولكن من باب الإيراد السريع والإجمالي إخواني منبهين على مدة معينة. نحن قرأنا سمعنا القراءة الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالذين إحسانا وبذي القربى إلى والجاري. سياق القرآن يا إخوان لو نظرت الآيات التي قبلها ما هي؟ قضية الزوجية من أول قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، ثم بين سبحانه واللاتي تخافون إيش نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أريد أنبه طلبة العلم والأزواج، قوامة الرجال على النساء ليست قوامة السلطة وجبروت، ولكن قوامة إحسان ورعاية وضمان وكفالة وإنفاق. ثم قسم الله سبحانه وتعالى النسوة إلى قسمين، اللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز الارتفاع والتعالي، تتأبى على وفاء حق زوجها، بادروا قبل أن يقع بالفعل بأي شيء وعظوهن. الموعظة التخويف من يوم الآخر، ومن التي ينفع فيها التخويف؟ المرأة المؤمنة. وهذا يردنا إلى كيف نختار الزوجة. جاء الحديث تنكح المرأة لأربع: مال، حسب، جمال، دينها. فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فإذا كنت اخترتها على مبدأ إسلامي لدينها فحينما تقع منها زلة أو تأنف في موقف ووعظتها جاء الدين وساعدك. إذا اخترتها على مبدأ دينها كانت عونا لك. فهذا قسم يأتي بيانه. فالصالحات قانتات، الصالحات مبتدأ يصف الله سبحانه وتعالى ويقسم المرأة إلى قسمين: ناشز على زوجها فعظها، إذا لم تنفع الموعظة اهجرها. فين؟ في المضاجع، مو تروح تشوف لك بيت تاني ولا غرفة تانية، لا، في نفس الفراش، لأن البعد قد يزيد الجفا ولا يتيح الفرصة للمصالحة، لكن في نفس الفراش قريب بعيد. إذا لم ينفع الهجر، وهذا أكبر سلاح يوجه للمرأة لأنه يبطل سلاحها ضد الرجل، هي لا تملك إلا هذا المكان فقط. فإذا كان لا يغر الرجل ويستطيع أن يستغني عنه ويبطل سلاحها هذا أصبحت معطلة، فضع طعنة في الصميم حالا ترجع. فإذا لم ينفع هذا أو كان سبب النشوز أقوى، الضرب، لكن أي ضرب؟ ما هو ضرب الحيوان؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يجلدها جلد العير ثم هو يضاجعها؟ لا، الضرب الذي ينبه فقط. فإذا لم يجز ذلك بعثوا حكم. فهنا تقسيم: الناجز والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما هو الغيب؟ كل ما غبت عنه هي بنفسها تحفظها في غيب، تحفظ نفسها في غيبتك. مالها، أهلك، أقاربك، أولادك، خدمك، كل ذلك المرأة الصالحة تحفظك فيه. ثم
يأتي بعد هذا وإن خفتم شقاق بينهما فإيش؟ ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان يا إخوان الحافظين عليما خبيرا. هناك عظوهن اهجروهن اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مادام جت الطاعة انتهينا. إن الله كان عليا كبيرا عند إعطائك السلطة واستخدامك الحق الذي أعطاك الله إياه من القوامة والموعظة والهجر والضرب، قال لك اعلم بأن الله علي كبير. يعني بقدر ما تتعالى على المرء وبقدر ما تملك أن تتصرف هذا التصرف فالله علي كبير، أي الله أعلى منك، وسلطة الله عليك أقوى من سلطتك عليها. لكن لما جاء عند بعث الحكمين إن يريد إصلاحا، من الذي يعلم حقيقة الإرادة؟ هل الإرادة أمر ظاهر ولا أمر خفي؟ أمر خفي. من الذي يعلم حقيقة إرادة الإصلاح؟ الله. ولذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عليما خبيرا تتناسب مع النية وإرادة الإصلاح، وعليا كبيرا تتناسب مع القوامة والنصح والهجر والضرب. بعد هذه القضية كأنه يذكر الزوجين في أثناء الخصومة وفي أثناء الشقاق والنزاع بحق الله وبحق الوالدين وبحق الجيران وبحق الأيتام والمساكين والضيف ابن السبيل والصاحب بالجمع، كل ذلك يأتي في هذا الظرف لئلا تطغى قضايا الزوجين من شقاق ونزاع على الحقوق العامة لله وللآخرين. فيأتي هنا الوصية بالجار، والسياق فيما بعد هذا سياق طويل. وشفت الشيخ صالح جاء وجلس كأنه بقول كفاية، والله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن حقي عليكم أن أعتذر، أو من حقكم علي أن أعتذر لكم إن كنت أطلت عليكم أو أسأت العرض في الموضوع أو قصرت في شيء، فنحن قد اجتمعنا للمذاكرة، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لكم إصغاءكم وجلوسكم، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى على موفقنا جميعا للاجتماع في هذا المكان الطاهر، ثم نشكر لفضيلة محاضرنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة التي جمعت بين الحاضر والماضي وأخذت مجامع القلوب، جزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء. ثم نشكركم أيها المؤمنون والمؤمنات على تلبيتكم لدعوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يوفق الجميع لما في رضاه، وأن يجزيكم خيرا، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم برسول الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالأسئلة أود أن أشكر تسجيلات الاستقامة التي قامت بتسجيل هذه المحاضرة وجميع المحاضرات، وهذا لا شك من قبيل الدعوة ومن باب التعاون على نشر العلم، جزاهم الله خيرا ووفقهم. وأيضا بسم الله، قبل الإجابة أيضا على الأسئلة، فاتنا في أثناء العرض في أقسام الجار، وذكرنا الجار للقربة والجار الجنب وكلاهما مسلم، وتركنا ذكر الجار غير المسلم، فإنه
وإن كان غير مسلم فله في الوصية بالجار نصيب. ويأتي حديث عبد الله بن عمرو جاء عن أنه ذبح في بيته شاة، فقال لغلامه إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال الحاضرون: اليهودي رحمك الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. فهذا جار يهودي، وعبد الله بن عمرو بن العاص يعنى به ويبدأ في الهدايا بالجار اليهودي. هناك نقطة أيضا معنا مكتوبة في اللوحة لكن نسيناها. ومن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لي جاران، أيهما أهدي؟ لي جارين اثنين، من الذي أهدي إليه؟ قال: أقربهما بابا. لاحظوا هذه أقربهما إيش؟ بابا. يعني لو أن لك جار ملصقة جداره بجدارك ولكن بابه في السوق اللي ورا، ولك جار آخر بينك وبينه فراغ ولكن الباب أقرب إلى بابك، صاحب الباب الأقرب هو أحق. لماذا؟ لأنك إذا استعنت من حقوق الجار إذا استعانك فإيش؟ فأعنه. من أقرب إليك في الإعانة؟ أقربهما باب ولا البعيد في السوق الثاني يلف ودور يجيب؟ أقربهما بابا. وهذا أحببنا التنبيه عليه توفية لبعض النقاط الموجودة. وموضوع الجار ذي ما ذكرته الإخوان واسع جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء قرض للكتابي؟ القرض تعامل مادي له جهتان: جهة دنيوية في تبادل المنافع، تقرضه اليوم ويقرضك غدا، وله جانب أخروي وهو الأجر. فالكتابي له حق أن تقرضه قرضا حسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون في إيش؟ آصع شعير اليهودي. الرسول اقترض من اليهودي صيعان شعير ورهن عنده الدرع. إذن لا مانع أن نقرض الكتابي. شيء آخر أكثر من هذا: أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مر بالطريق فإذا عجوز يتوكأ ويتكفى في السؤال، قال: من أنت؟ قال: رجل من أهل الذمة أسعى في طلب الجزية. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما أنصفناك، أنهكناك شابا وضيعناك شيخا، وأسقط عنه الجزية وفرض له رزقا في بيت مال المسلمين. على دعاة الإسلام أن نبينوا محاسنا. أعداء الإسلام يخوفون الناس من المسلمين لأنهم ما يعرفون حقوق. هذا ذمي يجد حقه في نظام الإسلام ويفرض له رزق من بيت مال المسلمين. تعال في أوروبا اطلب بس جالون بنزين وانت منقطع ما تحصل. يجينا أوروبي شرقي أو غربي ويكون صاحب ذمة وصاحب أمان ويعطى إقامة وأصبح له حق في الدولة، يعمل ويؤدي ما عليه، فإذا ما انقطع وإذا ما سقط وإذا المسلمون يرفقون به. نعم. ويقول السائل: أقرضت مسلما ولم يرد لي القرض، فما الحكم؟ إن كان ذو نظرة وإن كان ذو عسرة فإيش؟ نظرة إلى ميسرة. وإن كان غنيا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا الذي لم يؤدي القرض أحد أمرين: إما غني ولا فقير. فإن كان غنيا فهو ظالم بمطله، دع
ترفع أمره إلى السلطان يضربه ويحبسه حتى يأخذ حقك، أو يبيع ملكه ويوفيك، وإن كان فقير فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لك. سبحان الله، هذه يا أخواني جاءت بعد آية ليش؟ الربا والمداينة. تصبر، تنظر المعسر، تتصدق على المعدم، لا أن ترابي معه وتحمله فوق طاقته. فضيلة الشيخ، من الذي لا يخفى عليكم الحالة التي قاساها الأجداد من جوع وفقر ومسغبة، وكان الجار في تلك السنين يلقى ألف خدمة وخدمة من إطعام وكساء وما سواها من إكرام، أما الآن فكل هذه الآفات زالت والحمد لله، فالرجاء إرشادنا إلى ما ينقص الجار في هذا العصر بحيث أنه يكون ضروريا محضا، جزاكم الله خيرا. أنا قد أشرت في قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، وقلت لا يمكن إنسان يهدي رجل شاة ولا حد حيقبلها ولا حد حيقبل مرض، لأن الناس تغيرت أحواله. ولكن قلت هذا مثال على أن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا مع جاره. أنت تنظر إلى وضعه، قد يكون غنيا في ماله. ولذا يا إخوان الآية الكريمة: وبذي القربى، أي للقرابة، وإيش؟ والمساكين للمسكنة، اليتيم ليتمه، والجار فقير ولا غني تحسن إليه وبحسب حاجته. ولذا جاء: إن أصابه خير فهنئه، أصابته مصيبة فعزه. فصلة الجار الآن ممكن أن تكون أمر نسبي بحسب وضعه وبحسب حاجته، ألا تنقطع عنه، أن تزوره، أنت يعني عرفت له حاجة في دائرة من الدوائر وتستطيع أن تساعده فيها، لا مانع. جئت وبادلته الهدية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تبادل مع جارك الهدايا يا أخي فيما يقبله. والإنسان يعني ينظر بهذه الناحية إليه بحكمة. وهناك ناحية: يجب على الجار ألا يحتقر شيئا جاءه من جاره، كما لا ينبغي للضيف أن يستهين بشيء قدمه إليه المضيف. فضيلة الشيخ، ما واجب الفرد المسلم بين قبيلة لا تعرف شيئا من حقوق الجيران إلا ما كان على سبيل العادة، فما السبيل إلى إرشادهم علما بأن كل جماعة منهم يسمع ولا يغير؟ أفدنا جزاك الله خيرا. والله هذا كسر.